فيها سبع ياكل علي ولا كشفتها الا بعد محاولات عديده. حطيت شبك مترين اللي تشوفونه قدامكم، وحطيت فوقه متر شبك ثاني، وبرضه عجزت في هذا السبع اللي ياكل علي البهم الصار، وتشوفون النتيجة بعد دقائق. طلع السبع المتسلق، السبع المتسلق الذي حاولت فيه عدة محاولات الفخمة جابي، أجلس في الليل برضه عجزت فيه. طلع هذا هو أمامكم. المتسلق بعدين ياكل حاجة بسيطة، ما ياكل الطلي كله. هذا هو السبع اخواني، معكم مسلط بن بجاد القعياني من قرية الحيل.